الشرف مرة أخرى حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سطات. اليوم التحقت بالحزب على صعيد الإقليم أربع جماعات ترابية: سيدي عبد الكريم، ولاد شبانة، ولاد النعناع، وبنية قرين. الجماعات اليوم حصل لنا الشرف أننا استقبلناهم، وكان استقبال حار على أساس أنهم التحقوا بالحزب ديال التجمع الوطني ديال الأحرار. كان تبادل ديال التحيات النضالية في الأوج ديالو، على أساس أن هاد الناس كلهم اللي التحقوا كانوا فرحانين. وحنا كذلك في التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني الأحرار الصعيد إقليم سطات كنرحبوا بهاد المبادرة هادي وكنصفقوا لها، ونتمنوا على أساس أن المبادرات الأخرى تشمل مجموعة ديال جماعة ترابية اللي باقية في الإقليم واللي عندنا بها اتصال، واللي فهمتي رغبة على أساس أنها تلتحق، ما هي إلا مسألة وقت واحد البرنامج زمني، وإن شاء الله غادي يكون واحد الالتحاق يعني فهمتي جماعي اللي غادي يعطي واحد الشحنة وغادي يعطي واحد القفزة نوعية، واللي غادي تكون استحقاقات إن شاء الله ديال 21 تكون كلها إيجابية لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار على صعيد إقليم سطات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش أبوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.